سلام، اليوم جبت لكم بودينغ خدمتهم على شكل فردي بالبقايا التوست اللي خدمنا بهم ذاك النهار اللي صالي. شوفوا الشكل تاعهم شحال جا الشباب، اون ديغي ميم با بلي مخدومين بلي شوت تاع بانديمي. طاحت عليا هاد الفكره باش نبدلو شويه، ماشي توجور نخدمو بهم لا شابلور. والطريقه سهله ولا غوسيت اقتصاديه، ما فيهاش بزاف مكونات. نبديو بالسيغو، احتاجيت كاس تاع السكر وكاس ونص تاع الماء. هذا الكاس يفد 240 مليلتر. حبه تاع الليم نحيت لها الزاز، نحتاجوه في لاباري، وهي قصصها اون ترونش، نخليهم يطيبوا 10 دقائق على نار متوسطه. اونتر طون فوتو لاباري، نحتاج فيه زوج حبات تاع البيض، نسمهم بهذوك قشور الليمون، ونزيد معاهم ملعقتين تاع السكر وربع كاس تاع الزيت، توجور نفس الكاس. نرفدو كاس واحد تاع الحليب، نعبر به كامل المكونات حصول، نخلطهم بالفوي حتى اللي يتجانسوا ضربه خفيفه، ما نحتاجش الباتور الكتريك. نزيد معاه ملعقتين كبار تاع لافارين ونص باكي خميره كيميائيه 5 غرام. الخليط يجي خفيف ماشي كما تاع الكيك. ونفس المول اللي طيبت فيه لي تارتلات صالي راني ماشي نحط فيه هادو لي بودينغ سكري. نزيد كامل لي زومبرانت باش نضمن ما يلصقوليش كي يطيبوا، ونجيب هادوك البقايا تاع التوست ونبدي نفورمي فيهم. نحلو هذيك الدائره ونبديو نروليوهم على شكل ورده. هذا مكان سهله لا فورم التشكيله. شوفوا هنا نعاود نخدمها لكم، نحل هذاك المربع ونبدي نروليها. هذا مكان، وهذوك لي كوان هما اللي يعطيوني الشكل تاع الورده. خويت لاباغي في هاد السوسيير باش تجيني سهله نخوي على كل حبه غير بشويه. والخبز اوتوماتيكمون راه ماشي يشرب، بويسكو عندنا ليكيد خفيف عليها زدنا غير ملعقتين تاع لافارين. الوغ على كل حبه نخوي كميه، ومقادير مضبوطه على حسب 12 حبه. وانا نعتبرها هذه وصفه اقتصاديه بويسكو سي ان ريسيكلاج. غير البقايا تاع التوست راه حنا نخدمو بهم اون غوسيت شابه وبنينه بزاف. هاد ديسير انجليزي في الاصل، يجي تاني بلي كرواسون. راه عندي لا غوسيت في الانستغرام، تجي بنينه بلي كرواسون تانيك، وفي مول يكون كبير يخرج لنا كيكه عائليه. انا بويسكو شفت هادوك لي كوان تاع البانديمي طاحت عليا هاد ليدي باش نخدمهم انديفيدويال. ندخلهم الى فرن مسخن 30 دقيقه على 180 يحمروا بهذا الشكل، ونسقيهم بالسيغو اللي يكون برد شويه. ديتاشاو لي فاسيلمون من لي مول بويسكو زيتهم، ينتكلوا دافين ولا باردين. دخلوهم الفريجيدار وتاكلوهم منعشين. الوصفه تاع لي سالي اللي خدمتهم بالباندومي دوك نخليها لكم في صندوق الوصف اللي مازال ما شافتها تشوفها. ونتمنى تكون عجبتكم هذه. الا خدمتوا الاخرى بالبقايا تاع التوست تخدموها، ما تنساوش تصوروها وتبعتوا لي لا فوتو في الانستغرام باش نحطها لكم في ستوري. والسلام عليكم.